اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه بنرحب بنجمتنا الكبيره في الوثب الطويل في العاب القوى ونجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا اسراء عويس، والحقيقه اللي حققت نتائج كبيره جدا الفتره اللي فاتت على المستوى العالمي. اهلا بك يا كابتن اسراء. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا في قناه الاهلي. ده نورك، متشكره جدا. في البدايه يعني عايزين نطمن عليك، يمكن انت اخر فتره لعبتي يمكن مباريتين او بطولتين مهمين الفتره اللي فاتت، كانوا بطوله النخبه، يمكن بطوله منهم بطولتين النخبه، واحده خدنا فيها فضه وخدنا واحده خدنا فيها ذهب، صح كده؟ والبطولتين كانوا في ناند. كلميني عن ظروف البطولتين دول وازاي اتأهلت لهم ورحت لعبت ازاي واستعديت ازاي وجات لك فكره المشاركه ازاي؟ فكره المشاركه كانت يعني دي كانت اول مره، لان مختلفه، لان احنا المشاركه دي كانت داخل الصالات. انا على طول كنت بلعب يعني اوت دور مش ان دور، فالموضوع جه للاتحاد. الاتحاد المفروض ان هو بيعمل سيرش للبطولات وبيشوف البطولات اللي ينفع احنا نشارك فيها، بيبعت زي انفيتيشن، بيبعت زي ايميل للمسؤول عن الملتقى وبيرد عليه باكسبت على حسب الارقام اللي انت حققتيها. الارقام ممتاز. بتاعت اللاعب ممتاز. لو ينفع او يسمح ان رقم مشارك في الملتقى فبيرد عليه باكسبت. بس الاول انا هاخد كلامك افصصه حته حته. تمام. الاول احنا دايما بتلعبي انت في الاوت دور يعني او ايه الفرق بين الاوت دور والصالات؟ عايز اعرف الفرق حتى يعني للساده المشاهدين. لا، الموضوع مختلف جدا. هو يعني ممكن تكون في بعض الالعاب المسافات او حاجات بتختلف. بالنسبه للوثب الموضوع مش مختلف قوي في اللعبه، يعني هو بس مختلف في الاجواء. بتهيألي كده. الاجواء مختلفه. برضو علشان الملعب صغير، فيعني مثلا في الاوت دور انت موجود في مكان في حواليك مساحه للايفنتات الثانيه، حتى لو بتلعب في نفس الوقت في مساحه بين مكان الايفنت ومكان الايفنت الثاني. في الان دور لا، الالعاب قريبه جدا من بعض. يعني احنا كنا بنلعب. بس ده يمثل لك ايه؟ هو حاجه معنويه فقط، انما الدايمنشنز بتاعتك لا لا لا، مفيش فيها اي تغيير. هو بس ممكن يكون الفرق بين الاندور والاوت دور اذا كان بقى في سرعه رياح. ايوه، بتختلف بقى في الاندور والاوت دور. برافو عليك، ان في هواء جاي مقابلك. هو معاك ايا كان معايا او عكسي، اما في الاندور مفيش هواء خالص. طيب، اللي بعتوا الاتحاد طلبوا ممكن حد يشارك. دي ما كانش ليها بطوله النخبه في نانت داخل الصالات، ما كانش ليها تصفيات، ما كانش ليها حاجه. بعتوا الاتحاد بيبقى على حسب الارقام. بيبعتوا ان احنا نشارك، بس بيحصل اكسبت من منظم الملتقى بس. وبعد كده يعني بعتوا كام اسم من عندنا في مصر؟ هو انا رحت فرنسا محمد مجد، انا في الوثب. من عارف الوثب، الوثب بعتوا كام اسم؟ واحد بيطلبوا اسم واحد ولا ممكن يبقى اكتر لعيبه، اكتر من لعيبه رايحه؟ لا لا لا، ما فيش عدد محدود، وعلى حسب رقم. الارقام. ما انا بقول بقى الارقام دي مشيت مع كام لعيبه من مصر؟ انت بس؟ بس رقمك هو الوحيد، الوحيده من مصر اللي تاهلت بالارقام اللي هم عايزينها. طب ممتاز، هل هم بعتوا اسامي اكتر وخدوا اسمك بس؟ لا. ولا انت ما تعرفيش ده حاجه من لا لا لا، ما بعتوش اسامي تانية، لان هم اكيد اوريدي بيبقى عندهم معلومات بالارقام اللي هناك. المشاركات يعني ممتاز. الملتقى مش اول مره يتلعب. صحيح. فاكيد المنافسات قبل كده بيبقى ليها ارقام. لا بس انا قصدي اقول الرقم بتاعك حققتيه محليا. الرقم بتاعي حققته محليا. والاتحاد بعته. هم قالوا، هل الاتحاد بعت ارقام ولا قالوا له اللي جايب اعلى من كذا بعته لنا؟ لا فاهم قصدي؟ يعني هل هم بعتوا ابعت لنا وارقامهم، ولا اللي جايب اكتر من 6 متر مثلا و40 سم؟ لا لا لا، هو الاتحاد بس اللي بعت اسمي، لان انا موجوده من ضمن الاسماء اللي مرشحه محطوطه في الاعداد الاولمبي. فده كان من ضمن الاعداد الاولمبي ان تمام. انا يبقى في مشاركات دوليه. تمام. هو كان معسكر ومشاركات دوليه برضو في نفس الوقت. طيب حلو، سافرت قبل البطوله بقد ايه؟ يعني خلاص انت عرفت ان وقع عليك الاختيار قبل البطوله بقد ايه الاول؟ لا، قبليها بفتره، يعني قبليها بحوالي شهرين مثلا. طيب، لما عرفت ان انت رايحه نانت وهتلعبي بطولتين مش بطوله واحده، صح؟ يعني انت كنت رايحه وعارفه انت هتلعبي بطولتين. انا كنت رايحه على اساس ان انا العب 5 ماتشات، 3 في فرنسا و2 خارج فرنسا. اللي حصل؟ لعبنا 2 وما حصلش نصيب، اتصابنا في الماتش الثالث. فما قدرناش ان احنا نكمل ورجعنا. طيب، قصه الذهب والفضه ايه؟ هو الموضوع كان مختلف بالنسبه لي، لان انا كنت اول مره العب داخل اوروبا. يعني انا لعبت في افريقيا. دي الطفره، دي الحاجه الحلوه. كان الموضوع مختلف، فدي كانت برضو اول مره مصر تشارك في ان هي تلعب ملتقيات اندور، فالموضوع كان حلو جدا. يعني اول ماتش كان فيه رهبه شويه، اللي عملت فيه الجولد الجو متغير، كان فيه رهبه. مش ولاعيبه اول مره العب معاهم. ما اعرفهمش 100% في رهبه. واللي ساعدني يعني الماتش اللي خدت فيه الذهب، هو الماتش اللي انا خدت فيه الفضه هو اعلى منه، يعني البوينت بتاع ده اعلى من ده.
اللي انت خدت فيه الفضه البوينتس بتاعته اعلى هو برونزي، هو من التصنيف البرونزي بالنسبه لاتحاد الدولي. ففي نقاط انت خدتي نقاط اكتر على الفضيه اللي انت خدتيها اكتر من الذهب. واخده فضيه فرق سنتي عن الاولى. فرق سنتي انا شفت انت جايبه 6 متر 48 سنتي. وهي عامله 49 يا خبر ابيض سنتي. بس بصي ما تزعليش يعني. لا الحمد لله. طيب هسالك سؤال بقى، دايما انت رحتي يعني انا كنت لعيب زيكم يعني في العاب شهيده برضو، مش شهيده ما عادش في العاب شهيده الحمد لله، ولكن كان العاب دايما ما بيبقاش عليها الضوء جامد يعني زي الباسكت كان زمان ما كانش عليه الضوء قوي زي دلوقتي، ولكن كان لما بروح بطوله كانت ارقامي بتقل او يعني احصائياتي كلاعب باسكت بتقل يعني في رهبه. انت عملتي كام في مصر ورحتي عملتي كام هناك؟ بص هو انا عامله في مصر يعني، هو اللي بيفرق في النقطه اللي حضرتك قلت عليها دي، لازم علشان اللاعب يقدر يوصل للمستوى اللي هو بيعمله المستوى المحلي اللي بيبقى في كميه الراحه النفسيه وانت مرتاح والدنيا معاك تمام، علشان توصل لنفس الاداء دوت بره لازم يبقى في احتكاك كذا مرحله قبل ما توصل للماتش الرئيسي اللي انت محتاجه. برافو عليك، كلام 100% صح. فده اللي حصل معايا في البحر المتوسط. صح. لعبت ملتقى، بعد كده رجعت قعدت اسبوعين، سافرت افريقيا، كل ما ده الرقم بيحصل له تطور. بالظبط. رجعت من افريقيا قعدنا اسبوعين سافرنا البحر المتوسط، فانا في البحر المتوسط يعتبر وصلت الرقمي، كنت اقل من رقمي ب 2 سنتي. رقمك كام بقى؟ دلوقتي؟ لا يعني قبل ما تروح الملتقى النخبه كنت جايبه كام؟ 6.75. يا خبر ابيض 6.75؟ ده بعد عملته بعد ما رجعت من البحر المتوسط على طول. طب انت عملت في البحر المتوسط كام؟ عملت 54. عملتي 4 وانا ساعتها كان عندي 56. عملت 54 يعني انت في البحر المتوسط عملتي اعلى من النخبه. عملتي اعلى من النخبه يعني انت لو طبعا قدر الله مش انا بفكر معاك انا عايش معاك. لا انا فاهمه حضرتك بس هو انا ما اقدرش اقارن الملتقى بتاع النخبه بالبحر المتوسط. ليه؟ الاوت دور والاندور؟ لا بعيدا عن الاوت دور والاندور، انا كنت في كانت الماتش الاساسي بتاعي كان البحر المتوسط. تمام. فانا نازله بالحمل وبتمريني قبل البحر المتوسط بمده. حلو. يعني بدات ادرج. اما بالنسبه لملتقى النخبه ده كان تاني ماتش، انا قلت لحضرتك لسه فاضل لي 3 ماتشات، فانا ما كانش ينفع انزل بالحمل قبلها بكتير. يعني فكنت لسه ببدا توب فورم بتاعك. لا لسه ببدا يعني. انا كان اول ماتش نطيت فيه اقل من 48، يعني نطيت فيه حاجه 32 ده اللي خدت فيه الذهب. طلعت 48 كان تروح رقمك لو في ماتشين ثلاثه التانيين. ايوه تمام. ده كان المفروض يعني الخطه اللي احنا ماشيين عليها، بس ما حصلش نصيب. عندكم الموضوع صعب. طب الاول انا عايز اطمن عليك، انت ايه الاصابه اللي كانت عندك؟ كان عندي تمزق. تمزق فين؟ في انهي عضله؟ في السمانه. السمانه صعب قوي دي. السمانه عضله من عضلات الغداره. هي فعلا غداره لان انا ما كنتش بعمل حاجه تستدعى ان تحصل مزق. غداره بس كمان. الاجواء برضو الجو هناك. هقول لك الاصابه ليها اسباب كبيره. انا اتصور انا ان الاصابه جات لك نتيجه انه جو جديد عليك. الجو ساقعه جدا جوه الصاله. لان يوم يعني احنا في التمرين لما كنا بنيجي نتمرن كانت اللعيبه بتدخل، مجرد ما اللاعب بيدخل باب بيتقفل خلاص. امال ايه اللي حصل؟ لكن يوم الماتش كان في اكتر من باب مفتوح، لان في ناس جايه تتفرج على الماتش، في لعيبه بتدخل وبتخرج. إيه فسايبين حوالي 3 بيبان مفتوحين. طب مش مفتوش ليه ان هم يقفلوها؟ ما هو في ناس بتدخل وبتخرج، فما ينفعش ان هم مثلا نشتكي. بيعملوا باب صغير بيخشوا منه الناس، مش لازم باب كبير. لا سايبين حوالي 3 بيبان او 4 بيبان مفتوحين، ما فيش مثلا ان هو مثلا يتفتح ويتقفل مع دخول او خروج. ده كده اجواء غير اللي انتوا اتمرنتوا فيها. بس هو ده اللي حصل. فممكن الساعه دي على فكره تكون هي اللي اذيتك. طيب كان مزق كان كام سنتي في كام سنتي؟ عملتي سونار وشفتيه؟ عملت هناك كان 3.5 في 1.5. يا ده كبير. في 4 مللي. عمق 4 مللي. ده مزق محترم. محترم من لا شيء يعني. ده من لا شيء، طبعا انت هبطت احباط كبير. الحمد لله. بس ربنا كرمك في الماتشين الاولين، يعني خدت ذهب وفضه. انا ما كنتش مستوعبه الموضوع، يعني انا واقفه بسخن عشان انزل الماتش. فلقيت ان جالي كرامب عادي في السمانه، فقلت هخش هترش لي حاجه يعني تمام وهلاقي نفسي تمام. ما فيش اي رياكشن خدته غير ان احنا مش هينفع نتخذ اي اجراء قبل 48 ساعه. مش عايزه اوصف احساسي كان عامل ازاي. الدكتور اللي شخص لك الموضوع؟ وانا هناك كان في الميديكال دكتوره هناك اسمها دكتور ايناس. هي مش مصريه يعني، هي بس هي اسمها ايناس. ايناس بس هي مش مصريه، ممكن تبقى من اصول عربيه. مش عارفه الصراحه. نانت كلها عرب يعني. في عرب كتير. نانتو اميان. اميان في عرب في فرنسا كتير يعني. المهم هي شافتها قالت لك ايه؟ قالت لي احنا مش هينفع نتخذ اي اجراء غير ان احنا. عملت لك سونار؟ ما عملتليش اي حاجه في ساعتها، حطت لي تلج. قالت لي لمده 48 ساعه. رجعت لها بعد 48 ساعه؟ لا ما رجعتلهاش هي بقى. رحت للدكتور تاني بره. في نانت برضه؟ في نانت. قال لي بس هو كان تشخيصه يدوي يعني، كان باحساس ايده. بعد كده قال لي يبقى في دروب في العضله. يعني بيمشي بايده كده يلاقي في تمام. راح قال لي طب احنا مضطرين ان احنا نعمل سونار.
فاحنا حجزنا واستنينا السونار. حجزتي نفس اليوم؟ لا بعديها بيومين. ايه ده؟ هو يعني حتى نمت فيه تنتظري دورك كمان؟ اه. يا خبر ابيض. طب عملتي سونار؟ عملت سونار، قال لي بقى ان في مزق، وفي يومها بالظبط حولني على دكتور علاج طبيعي. اه. طب واشتغلت قد ايه هناك في العلاج؟ اشتغلت حوالي 5 جلسات. كام يوم؟ 5 ايام. اه. وبعد كده خدتي رحله رجعت طيران بقى ورجعت. مصر. اه طب انت كان الاصابه دي في يناير صح؟ في فبراير 4/2 بالظبط. اه. طب انت اخبارك ايه دلوقتي؟ لا انا الحمد لله كويسه، بدات تجري يعني وكده بعمل ولا لسه؟ جلسات. ولا لسه جلسات؟ اه لسه بعمل جلسات، لسه ما بداتش اجري بس لسه بعمل جلسات. بصي انا هديك نصيحه، السمانه لو هيقول لك شهر اديها شهرين. السمانه عضله غداره جدا جدا، وكمان ممكن تحس ان انت كويسه وترجعي بعد الشر يعني، اه لان ترجع تاني. السمانه من العضلات اللي شايله الجسم كله. طب انت بتبقى حاسه في المشيه بيبقى في شد السمانه، دلوقتي في شد في المشيه؟ لا دلوقتي احسن الحمد الحمد لله. لله. هي الدكتوره برضو اللي متابعه معايا والدكتور اللي متابع معايا قال لي احنا مش عايزين نضغط، لان اصلا انت الحركات اليوميه الطبيعيه بتاعت البني ادم السمانه شغاله فيها، هي شغاله عضله فيها بالظبط. بتشتغل، انا مش هقدر اقول لك في اقعدي. المشي. اه عشان كده فاحنا بقول لك بنحاول السمانه. اه ان احنا لا ان شاء نشتغل الله بعيد عنها. تتعافي يعني. طيب احنا يعني الاصابه دي عطلتك يعني 3 ماتشات اللي كنت هتلعبيهم بس، ولا في حاجه تانية؟ لا لا لا، الفترة اللي احنا فيها دي هي 3 ماتشات بس اللي احنا. طب عندك قد ايه وقت عشان تبتدي تفكري في الفتره التانية من الاعداد؟ المفروض ان انا عشان ابدا العب تاني لا المفروض. انا انت عندك برنامج عامله لك، تمام. عامله لك الاتحاد اه وواخد موافقه اللجنه الاولمبيه المصريه عشان باريس 24 صح ان ولا شاء غلطان؟ الله. ان شاء الله باذن الله. طيب في برنامج الاعداد انت عندك كان في فيز هتعمليها اللي هم ال5 ماتشات دول، وبعد كده ربنا يشفيك يا رب وقدر الله ما شاء فعل، الحمد وده الخير لله ده الحمد الخير ده لله. الخير. احنا ما لعبناهمش، خابنا نتعالج دلوقتي. عندنا فتره قد ايه لغايه النكست ستيب عندنا في الاعداد؟ لا هو احنا ما فيش حاجه، يعني ما فيش حاجه رولز قريبه؟ معينه. اول تمام. حاجه عندنا الجمهوريه سيبك من في المحلي، انا خمسة بتكلم على العالمي. في شهر 6. شهر 6 اول اه حاجه ايه بقى؟ البطوله العربيه. برضه مهمه. تاني البطوله العربيه دي مؤهله كمان يعني؟ اه كل بقت البطولات البطولات في العربيه كذا ماتشات، يعني احنا السنه دي عندنا كذا ماتش يعني محطوطين على الرانك الدولي والبوينت بتاعتهم كويسه. يعني عندنا دوره الالعاب الافريقيه وعندنا البطوله العربيه وبطوله افريقيا. ف كل ده هيفرق معاكي في اه اللعبه. طبعا ان شاء الله. طيب يعني هسالك برضو سؤال، انت عندك البطوله العربيه، عندنا 4 شهور اهو ان شاء الله، احنا ان شاء الله. قولي 3 شهور يعني، 3 كله واربعه كله خمسه كله 3 شهور، فعندك وقت ريكفر وترجعي تاني لمستواكي ان شاء وكده. الله. طيب هل النقط اللي خدتيها في نانت في الاندور تفرق معاكي في الاوت دور كمان؟ يعني ده رانك دوري اه داخلين مع بعض اه اه الاثنين مع ولا بعض. مصنفين ده لوحده وده لوحده؟ لا 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 الاثنين مع بعض. يعني انا اللي استفدت ان انا خدت بوينت من الماتش التاني اللي انا خدت فيه الفضة سيلفر. اه وعملت رقم مصر لان ما كانش فيه يعني رقم الرقم مصر ده ما داخل فيش الصالات. في الصالات، ده رقم كان مسجل باسمك خلاص، بالرغم ان انت تقدر تجيب اكتر من كده ان شاء الله، كان تقدر تجيب المفروض يعني اللي بعد كده بس ان ان شاء شاء الله الله. يعني المره الجايه. طب ال3 ماتشات اللي الاصابه حرمتك ان انت تلعبيهم كانوا في فرنسا برضو؟ واحد في فرنسا وواحد في المانيا وواحد في صربيا. انا مش عايزك تزعلي. والله الحمد لله. اوعي يعني، انا مش عايزك تزعلي بالظبط. لا الحمد الحمد لله. لله. انا عارف اللعيب اللي بيبقى عنده طموحات وامال، وخاصه بتوع العاب القوه، العاب القوه عندهم صبر واصرار وعناد الحمد لله. كبير، فمش عايزك تزعلي. لا هو الحمد لله، هو ممكن يكون في ساعتها كان الموضوع يعني تحس ان ايه دماغي مش مستوعبه لسه الموضوع. يعني انا كنت بسخن عشان ادخل ومره واحده انا قاعده بتفرج على الماتش بيتلعب قدامي، فالموضوع كان صعب جدا يا حرام. طب بس ان شاء الحمد الله لله. احنا مش زعلانين، لا احنا لا الحمد واثقين لله ان احنا لسه عندنا سنه ونص على باريس ان شاء 2024، الله فكوني جبت مستواكي مره واتنين، ان نتمنى ان شاء شاء الله الله اصابه بترجع لكيش تاني. بامر الله. طب هنتكلم عن الفتره اللي هي ما قبل نانت، يعني ما قبل نانت انت خدت 2 اعداد، اتعديتيهم في مصر ولا بره؟ في مصر. في مصر. اه كنت معسكر خارجي، يعني انا عادي بروح البيت وبروح اتمرن. آه كابتن هشام الصراحه يعني كان يعني بذل معاكي مفيش مجهود. مفيش تمرين مثلا اللي هو تمرين الساعه كذا فاحنا ننزل الساعه كذا. لا هو بيشوف الوقت المناسب، الملعب ما يبقاش مثلا فيه زحمه، ما يبقاش فيه مثلا يعني ما فيش اي حاجه تعيقنا. يعني طب بتمرني فين؟ في المركز الاولمبي في المعادي. وما بتغيريش الملعب، هو ده الملعب لا الاساسي بتاعك. طيب وانت في البطولتين اللي هم في اوروبا كان اول احتكاك ليكي اوروبي، اكيد في لعيبه كنت تسمع عنها شفتيها قصادك صح؟ ولا كان لسه دي اول مره تكتشفي بقى الدنيا؟ اول مره العب معاهم يعني كان بس في. عارفاهم؟ لا ما كنتش عارفاهم. لا بدات يعني انت بدات تعرفي عليهم اه وتلعبي قصادهم في البطوله. اه مكاسب كبيره جدا على فكره. فدي كانت حاجه كويسه جدا. وكان في يعني كان فيها ناس الماتشات ما كانتش ضعيفه. طبعا يعني البنت الماتش اللي انا خدت فيه جولد كان بتلعب معايا بطله البحر المتوسط تحت 23 ما شاء الله عليها. بص يا اسراء، كل اللعيبه اللي رايحين باريس هتلاقيهم كانوا هناك. طيب كام انت كام لعيبه يعني، مثلا ناخد الميداليه الفضيه اللي هي كانت البطوله الاهم او اللي كانت تمام. تصنيفها او نقطها اكتر، كان كام لعيبه قصادك؟
13 لعيبه 12 لعيبه 13 لعيبه وانت خدت عليهم ذهب. ما كانش فيه تصفيات. اتفضل خدت عليهم فضه. اتفضل اسف. لا ما فيش تصفيات. انتوا رحتوا كلكم بارقامكم من دولكم. لان في مش كلهم من داخل فرنسا، في ناس برضو في اتحادات او مانجر اللي هو بيبقى مسؤول عن اللعيبه بيقدم برضو بتيجي تلعب. طيب في اكتر من يعني 13 كلهم جنسيات مختلفه ولا ممكن جنسيه واحده فيها 2 3 لعيبه؟ لا هو كان لو اكتر جنسيه كانت مشاركه اكيد فرنسا لان الدوله. اما مثلا ممكن يجوا 6 لعيبه او 5 لعيبه. 6 من 13 فرنسيين. او فرنسيات، الباقيين من اوروبا والدول دول اوروبا. مشاركه ليها مكاسب كتير اسراء، بس انا كمان لسه هتكلم عنها اكتر، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن اسراء عويس على انجازها الكبير في اول مشاركه ليها عالميه اوروبيه، ولكن بعد الفاصل. بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع كابتن اسراء عويس نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي في الوثب الطويل وصاحبه الميداليتين الفضيه والذهبيه في النخبه او ملتقى النخبه بنانت، كان من شهر او شهر ونص هذا الحدث الكبير، وكان اول مشاركه ليها عالميه ودوليه واوروبيه ايضا مع عظماء اللعبه والابطال الاولمبيين، وتحقق الحقيقه ميداليه ذهب وفضه، حاجه جيده جدا. يمكن اجي لك اسراء هنتكلم عن الارقام، يمكن محتاجين نحط الساده المشاهدين اكتر. الرقم الاولمبي الاخير في 2020 كان كام تقريبا؟ كان 7 متر 7 14. يعني في الرينج اراوند 7. طب لو عايز تاخد ميداليه في الاولمبياد ممكن الرقم المناسب ليك ايه؟ يعني تلعب في رينج كام؟ من 7 ل 6 80 مثلا. مثلا في ال 20 سم دول. او 7 5 7 10. يعني في 30 سم اللي هم من 86 ل 7 10. لو انت اصلا رقمك 6 75 ده اللي جبتيه بالراحه خالص. بس احنا في الفاصل انت قلت لي ان كان في قفزه كبيره في رقمك حققتيه بفضل الله سبحانه وتعالى، كنت بتجيبي في الخمسينات. كان عندي فعلا، كان رقم مصر كان 5 56 كان رقمك. كسرتيه. ب 19 سم مره واحده. ما شاء الله اكبر. الحمد لله. الفرق ما بين القفزتين دول كانوا قد ايه؟ لا كان سنه مثلا. سنه تمرين بقى واعداد وشغل. 19 سم وحققت رقم جديد لمصر، ليك انت رقم مصر 6 75 وهو باسمك دلوقتي. ده كان امتى؟ بطولة الجمهورية اللي فاتت، كانت يعني كانت بحر متوسط، كانت شهر 7. هي ممكن كانت في شهر 5. لا بعد البحر المتوسط. ايه ده كان بعد المتوسط؟ بعد ما رجعت البحر المتوسط. يمكن 9. مثلا شهر 9. صحيح قلت لي بعد البحر المتوسط. شهر 9. طيب شايفه ان انت من 6 75 ل 7 الموضوع صعب؟ لا انا بكلمك في ارقام، يعني خلي بالك انت كنت معانا هنا في 2 في 6 7. انا فاكر التاريخ اهو اعزائي المشاهدين، اسراء على فكره او كابتن اسراء طبعا كانت معانا يوم 6 7 2022، دي اخر حلقه كانت معانا، وبفضل الله هي قالت لنا عندها طموحات كبيره وعندها امال كبيره، وبسم الله ما شاء الله صدقت معانا بنت مصر اهي والنادي الاهلي. قابلنا تاني ان شاء الله، نتقابل في 24 بعد باريس بامر الله. لا احنا نستنى باريس. لا ده انت تقابلين قبل كده لان عندك بطولات. عندنا كذا والدعم مستمر معاك ان شاء الله. طيب انت شايفه ان احنا ممكن نوصل للسبعات، ده كويس، بس في وقت في كونديشن تبقى عندك اعدادك و مش طيب. صعب هي شويه امكانيات شويه اعداد طب عايز اكلمك في مستوى الرعايه. انت كان قبل كده لعيبه العاب القوه كانت بتعاني شويه، وده واقع حقيقه يعني ما ننكرهاش، انه كانت بتعاني في الاعداد في الاحتكاكات. شايفه الدنيا اتحسنت وبكل امانه ما فيهاش مشكله، يعني اتحسنت بقت احسن شويه ولا الموضوع كما هو محلك سر؟ لا هي اتحسنت بس بنسبه مش كبيرة، مش التحسن الكبير. معلش انا اوصل لميداليه اولمبيه او بطوله عالم محتاجه امكانيات. يعني انا طلعت في برنامج قبل كده بيقارن رقمي برقم اول 3 في العالم، تمام ماشي، بس احنا مش هنقارن رقم بس، هنقارن رقم بامكانيات بحاجات كتيرة جدا. قارن الانبوت مع الانبوت والاوتبوت مع الاوتبوت، يعني المدخلات مع المدخلات والمخرجات مع المخرجات، تمام. اما ما اجيش اقارن مثلا دي عندها 7 ودي عندها 7، طب دي تصرف عليك ولا دي تصرف عليك؟ دي الامكانيات بتاعتها كانت ايه ودي امكانياتها ايه. اقدر بقى اقارن بينهم امتى؟ لما يكونوا الاثنين متوفر لهم نفس الامكانيات. برافو عليك. فانا ساعتها اقدر اقارن ما بينهم واعرف فعلا دي ايه النظام ودي ايه النظام. اما يبقى طب هسالك سؤال بشكل اخر، تمام، هل بعد ما احنا عندنا في مصر في مشكله كبيره جدا في الالعاب الفرديه، البيضه الاول ولا الفرخ؟ حقق رقم عشان ارعاك. طب انا عايز عشان اجيب رقم ترعاني الاول، فهنقعد بقى في الموضوع ده احنا ممكن نفرد له حلقتين ثلاثه. الموضوع ده صعب جدا. بس هل بعد ما حققتي رقم بمجهودك ودعم الاتحاد قدر استطاعته، يعني احنا برضو مش عايزين نقول ان هو او نحذف الكلام كده جسافا، بس انت حققتي ذهب وفضه، هل بعد البطولتين دول او الميداليتين دول لقيتي بعض الرعايه ازيد شويه، او لقيتي فيه كلام ان يبقى ليك رعايه اكتر؟ لا هو لا ما اختلفتش بعد الملتقيين دول، هو
الرعايه بدات بعد البحر المتوسط، من بعد افريقيا بالظبط، واحنا يعني احنا بدانا نروح البحر المتوسط. الموضوع اختلف من بعد البحر المتوسط بس بسيط. بسيط. يعني المفروض في ناس كتير، ومش بتكلم على لعبتي انا بس، في العاب كتيره جدا راحت هناك عملت نتائج كويسه، واحنا عندنا خامات كويسه جدا في العاب كتيره، بس محتاجين دعم. هم هنا يعني الناس اللي بتبقى عايزه تقدم سبونسر مش عايزه تاخد اللاعب وتبدا تطلع معاه، لا هي عايزه مثلا جاهز. اللاعب جاهز ويبدا ان هو يلعب ملتقيات او يلعب ماتشات ويجيب ميداليات، او يجيب ميداليات ويبقى طب اسم هجيب ازاي من اللوجو غير رعايه؟ او السبونسر يبقى موجود على اللبس اللي هو لابسه. طب ما انا هوصل ازاي؟ ما انا محتاجه دعم عشان اوصل. فهو ده الموضوع، دي نقطه الاختلاف بقى هنا. يمكن بسنت كانت اكبر مثال لكده، بسنت حميده صح، وحققت في البحر المتوسط ميداليتين. ميداليتين بعد ما حققت الميداليات والميديا والاعلام كله ركز معاها، بدا يجي لها سبونسر. بس الحقيقه ده فكر مش هيساعدني قوي الحقيقه، يعني بامانه يعني احنا محتاجين الاول الفرخه قبل البيض. ليه؟ لانه انت محتاج الاول ترعى اللاعب، وبعد ما ترعاه بشكل جيد ممكن يجيب ميداليه. يمكن احنا في زي ما انت قلت في تحرك شويه، ولكن احنا محتاجين اكتر. طيب بالنسبه للناحيه الغذائيه، انتوا عندكم اللعبه برضو محتاجين بروتينات، محتاجين كربوهيدرات بشكل معين، حد بيرتب لك ده ولا انت اللي بترتبين نفسك؟ لا، الاتحاد من ساعه ما عمل خطه الاعداد الاولمبي موفر لنا دكتور تغذيه وموفر لنا اعداد نفسي، ده من ضمن الخطه. طب في دكتور التغذيه انت تغذيه، بتجيبها لحسابك ولا الاتحاد بيجيبها لك؟ لا التغذيه انا بجيبها على حسابي، يعني هو بس بيحط لك البرنامج، بيحط لي برنامج وبيتابع معايا اخد ايه اوقف ايه كده بس. كدعم فني، انما الدعم الغذاء، والغذاء ده مكلف جدا. طيب هروح على حته تانيه، هل وجودك في النادي الاهلي مساعدك نوعا ما ان انت تكملي في الطريق ده؟ هو مساعدني اكيد، بس يعني يعني اكيد. لا ما احنا مساعدني. بنتكلم، ما فيش يعني قصدي اقول لك انه بيساعدك. ممكن يكون المرجو اكتر من كده، ولكن اكيد وجودك في النادي الاهلي بيبقى ويندو بتتفتح للمشاركه، للاعداد، للتمارين، للدعم الفني. هو طبعا من ضمن الانديه الكبيره جدا طبعا الموجوده، يعني يعتبر في لو هنقارن بطوله العاب القوه عدد المكسب من اول الناشئين لحد الدرجه الاولى، فهي نصيب الاسد بالنسبه للنادي الاهلي يعني. بس احنا برضو محتاجين ان النادي الاهلي يبص للالعاب الفرديه، يعني هو النادي الاهلي بالنسبه لالعاب القوه يعني مش احسن حاجه يعني. طيب قولي لي، قصه المنشطات هي قصه صداع في اي لاعب العاب قوه بالذات، والعاب اخرى زي رفع الاثقال والجودو وبامانه كل الالعاب، بس انتوا عشان الغذاء مهم جدا عندكم، فبتاخدوا مكملات غذائيه بشكل مستمر. هل حد اتكلم معاكم في الاتحادات او في الاتحاد عن المنشطات؟ هل اتكلموا معاكم عن جدول الممنوعات؟ يعني هل في تحرك في الاتحاد في هذا الاتجاه؟ لازم الاتحاد يبقى فيه تحرك، يعني هو اكيد بيبقى، يعني هو الاتحاد بيبقى على طول متابع مع اللعيبه، لان المفروض انا ما باخدش اي دواء، انا لما باجي اخد دواء للبرد او اي حاجه ما ينفعش اخده من نفسي، لازم برجع للدكتور والدكتور يقول لي اكسبت ان انا اخده او ما اخدوش. في دكتور متابع معاكي على مدار الساعه؟ ده دكتور النادي. دكتور النادي مش المنتخب؟ لا، دكتور النادي اللي بيتابع معايا في الادويه لو في اي حاجه حصلت. طب ما ده يعتبر احد الدعم اللي بيقدمه النادي الاهلي، وغاب عن الاتحاد. يعني الاتحاد ما موفر لكوش ازاي؟ ده منتهى الخطوره. ما دي المطب اللي وقع فيه رفع الاثقال، لقوا ست لعيبه عندهم دوبينج تشيك بوزيتيف، وقال لك لا ده مش فردي، ده جماعي، يوقف الاتحاد، برغم ان هو الاتحاد ما ادهمش حاجه. يعني الاتحاد نتيجه الاهمال في هذا الاتحاد الاتجاه يتابع يتابع مع اللعيبه، حتى يبقى فيه، ما في الوادة المصريه دي ما المفروض بتعمل برضو تحليل عشوائي. طب ده في لعيبه وقفت عشان ساندوتش برجر فيه هرمونات، اللحوم ساعات بيبقى فيها هرمون او فيها اي حاجه، يحقون عشان يعني ده في اوروبا بيحنوها عادي. ما هي دي بقى المشكله، ان انا ممكن مثلا ابقى مظبطه ان انا باخد اي ادويه او ايا كان اللي انا باخده، انا عارفه انا باخد ايه، بس اخد مثلا نوع لحوم او في الشارع مثلا اضطريت ان انا اكل اي حاجه من الشارع رحنا في حته وانا تانية. مش عارفه ده ايه. طيب برضو طب هل ممكن نعمل يعني تشيك تيست، ولا مش يعني مثلا ممكن يقول لك انا هاخد عينه تجريبيه، ولا خدوا العينه التجريبيه دي ولقوا فيها بوزيتيف؟ يعني قصدي اقول ان ساعات يعملوا تيست تجربه، لا ده بقى متاح هنا ولا مش متاح؟ هم بياخدوا العينه وبيبداوا يحللوها، مش لازم بقى ساعه ماتش معين او ملتقى، هو في يعني بمعنى اصح مستوى معين او الابطال في اللعبه ممكن في اي وقت الواد تكلمك يطلبك ان انت تروح انت تحلل. طلبت قبل كده كم مره؟ يعني انا على طول عامه ما فيش ماتش ما بحللش فيه، بس مؤخرا لا ما فيش ماتشات بيكلموني
بكره الصبح تكوني موجوده في المركز عشان هنحلل الوادة اللي هي الهيئه المصريه لمكافحه المنشطات. بس هنا في نقطه، طب انا كلاعب الوادة الدوليه للاسف، بس هل انا النادي اللي مصري، انا بتكلم على انه طب انا عايز اعمل تيست على نفسي، اعمله ازاي؟ انا عايز اعمل تيست، ولا ده مش متاح؟ لا لا مش متاح، لان متهيألي تكلفتها عاليه جدا يعني. طب ما احنا محتاجين نوفر ده للاعبتنا الاولمبيين، لازم. ما هو انا دلوقتي لازم انا اعمل ايه؟ انا اجيب لعيبتي كتيست وابعت العينات دي كتيست، بس المشكله ان لما تروح تتحلل بيلاقوا ان عينه بوست، بيروح ماسكين بقى مين دي بتاعت مين. بتهيألي ده يعني، طب ما نحللها في مصر، بس احنا ما عندناش معامل، الموضوع صعب يعني. يبقى انت عارفه اللي بيبقى نايم ومش حاسس بحاجه وفجاه يلاقي نفسه داخل في الحيطه. فعلا ده اللي بيحصل. انا عارف ان القصه دي صداع بالنسبه لكم. انا عشان كنت اول مره اشارك في اوروبا لما لعبت ملتقى النخبه الثاني حللوا لي. بتقعد قد ايه الفتره بقى ما بين النتيجه والعينه؟ اسبوعين متهيألي. بتموتي فيها انت 100 مره؟ طبعا مستنيه الرد. انا عديت بالمرحله دي مرتين. مع ان الواحد يعني بيبقى الحمد لله متاكد انه مش واخد حاجه، بس هو مجرد بقى طب يمكن كلت حاجه، طب يمكن خدت حاجه مش واخده بالي، فبيبقى الموضوع صعب جدا. رعب. انا عايز اقول لك ان انا مريت بالتجربه دي، وكنت بقعد في الاسبوعين واهل نفسي انها توقفت. والله مش بهزر. خلاص يا هيثم انت توقفت خلاص الحمد لله يا هيثم، انت عوضها بقى واقعد اقول لنفسي بقى. والله ده فعلا يعني الموضوع بتاع كل عينه بتاع كل مره. طب هسال سؤال، انت ده انا بحب اتكلم في الموضوع ده، لان ده الموضوع ده بيجي في يعني، انت عندك ايهاب عبد الرحمن يعني اكبر مثال، الراجل ولا كان في باله ولا كان وكان راح يجيب ميداليه وفجاه الموضوع ده عطله. طيب انت هل انت لما بتثبت يعني انت عملت تحليل بتمشي على نفس النظام بقى الغذائي ونفس المكملات التغذيه؟ نفس زي ما انا ماشيه عادي. طالما الدنيا حلوه بمسك بقى في اللي انا ماشي فيه. وبرضه بتنسقي مع الدكتور لو دواء برد. وفي ادويه بتبقى مش جدول، دي بتبقى ضعيفه جدا. جدا. يعني انت لو خدت دور برد يعني يبقى الواحد بيموت وعمال ياخد دواء البرد دوت ومفيش خالص. هو بيبقى ضعيف. جداً. لو هتاخدي الدواء القوي دوبينج خلاص. دوبينج. فانت الحل ان انت ده انتوا يا جماعه ده الموضوع صعب. انا ساعات كنت في التدريب مؤخرا يعني بقى الضغط عندي بيوطى، ما ينفعش اخد دواء ضغط. اوعى ما ينفعش دواء ضغط. ما ينفعش خالص. منشطات. طب حضرتك انا تعبان اسف. بتبعت بقى جواب للواده المصريه، بتبقى انت مثلا كشفت او عملت بعتي للنادي المصريه ببعت له وبقول لهم ان انا مثلا انا رحت كشفت والدكتور كتب لي ان انا اخد العلاج الفلاني. فبيبدا مثلا ان هو يشوف لو لقى ان التقرير اللي معايا وافي، عذر طبي، لو لقى شاف ان التقرير معايا وافي بيديني هو زي موافقه ان انا اخد العلاج ده على حسب المده اللي الدكتور كاتبها لي. لو لقى مش وافي ممكن يبعتني يعني الاثنين دكاتره تاني، بحيث ان لو التقرير جه هو نفس المشكله فعلا المفروض ان اخد نفس العلاج ده. باخده لحد مده معينه، حصل اي حاجه مثلا لعبت ماتش حللت من غير موجودة. انا كده واخده موافقه. يبقى انت كده براءه. تمام. اما ان انا اخدها من نفسي واجي اقول لهم اصلا مثلا كان معايا موقف والورقة اهو بتاع، لا مفيش. اللي هو اصلا قبل ما تاخد الموافقه دي تكون خفيت اصلا قبل ما تاخد الدواء. ما جربتش ان انا اخد الريسك ده خالص يعني. هو الدكتور ساعتها كان كاتب لي فعلا على دواء ولا ما خدتوش. طب ما مشيتيش لا بس هو العذر ده هيبقى لو دواء هيطول، انما دواء تاخديه يومين ما هتكون خفيت. فعلا كان كاتب لي حوالي مثلا 6 شهور امشي عليه 6 شهور، فلا ما رضاش يديلك. ما رحتش اصلا ان انا اخد الموافقه. ما طلبتيش تاخدي؟ ما طلبتش. طب لا. ليه؟ ما جربتش اجازف خالص. الله، على الصعوبه. فمعتمدين بقى على الحاجات اللي هي بتاعت زمان بقى، حاجه حادقه والجو ده. حته الجبنه. ايوه مش عارف ايه. فعلا والله انا كنت بنزل التمرين ومعايا جبنه. بس الضغط الواطي احسن من الضغط العالي. والصراحه الدكتور برضو بتاع النادي بيبقى موجود لما باجي ابدا احس بحاجه. هو كان دكتور ممدوح موجود بيقيس الضغط، لا ريحي، طب خدي كذا، طب يبدا يتابع معانا في الملعب. اسراء طموحاتك، احنا قبل ما نختم الحلقه بنحب نشوف نحلم مع نجمنا وبطلنا، نحلم معاه، احنا عايزين نحلم معاك، ايه احلامك؟ يا احلامي باريس ان شاء الله، ده حلم اول. يا رب ان شاء الله، بعد كده الاولمبياد يا رب. يعني انت تاهلي باريس ده حلم اول وبعد كده تاخدي ميداليه ان شاء الله. طب لو قلنا لك ان احنا يعني بندعي ربنا ان يتحقق، يا رب، وان احنا بندعمك بشكل لا تتخيليه، نفسنا فعلا ان انت تحققي ان شاء الله باذن الله، يعني يساعدك ويقويكي. طبعا. كل حاجه بايد ربنا. طيب. انا ممكن اتعب واعمل اللي عليا، بس ما يكونش ربنا موفقني في الموضوع دوت ويوفقني في الاكبر منه. اسراء كلمه لاسرتك قبل ما نختم. لا اسرتي بتشيلني كتير جدا في حاجات كتير قوي يعني، بجد مش عارفه اقول لهم ايه. ربنا يخليهم لي ان شاء الله ويوفقهم ويخلي لي الكابتن هشام برضه ويوفقه. وفي ناس كتير جدا عايزه اشكرها الصراحه من الملعب ومن بره الملعب بتدعمني وبتقف معايا
زي ما في ناس العكس، بس الايجابيه اكتر. الرياضي يعني كده بيبقى عنده العكس وال... طيب مين اقرب واحد لعيلتك لقلبك او دايما بتحكي له في عيلتك يعني باباكي مامتك اخواتك، مين اللي دايما صاحبك عن قرب وبتحكي له كل حاجه؟ ماما. دعوتها ليكي ايه دايما قبل كل الماتشات؟ بتدعي لي ان ربنا يوفقني ويكبر بخاطري ويقدم لك اللي فيه الخير. ما بتقوليش بقى انت تجيبي ميداليه، او يقدم لك اللي فيه الخير. يمكن يكون انت ما تجيبيش ميداليه المره دي، ده خير ليكي. مبسوطه ان انت بتلعبي على القوه؟ طبعا مبسوطه جدا، فخوره بنفسك بعد ما بدات الناس تعرفك وتشاور عليكي. موضوع حلو يعني، مش حلو ليا لوحدي، كمان حلو لاسرتي. ان التعب اللي انا بتعبه دوت، انا ما قعدتش يوم ولا يومين اتعب، انا قاعده بقيت 13 سنه بتعب. صحيح. فلما بلاقي نتيجه اللي انا تعبته، لا طبعا ببقى مبسوطه، بحس ان انا تعبي ما راحش على الفاضي. مسراء انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني واديتيني طاقه ايجابيه كلنا الحقيقه. ربنا يخليك وقلوبنا معاكي، وان شاء الله هتحقق لنا حلمنا كلنا بامر الله. باذن الله ان شاء الله. مسراء اويس نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي في الوقت الطويل، نورتينا وشرفتينا. متشكره جدا. اعزائي مشاهدينا، الابطال وقصص الابطال لا تنتهي. النهارده كان معنا قصه البطله مصريه تكافح، يعني بتبذل جهد كبير عشان تحقق حلمها اللي وراه الحقيقه ملايين. ميداليه في باريس 2024. بشكر حضراتكم شكرا، والى حلقه جديده مع الابطال.